انا عايزه استاذنك يا مكلاني، هستلف منك كده كلاكات على ام حسام. احنا بنشكرك ونتمنى لك ربنا يخليك. ربنا يخليك يا فندم، سلفني عليك، سلفني في شكرا. وفيها دايما الحب اللي انت بتتكلم، او اللهجه اللي حضرتك بتتكلم بيها، او الطريقه فيها كتير من الحب والعشق للسينما المصريه، وبالتاكيد هي كمان اكيد من خلال حكاياتك، اكيد كمان اديتك كتير من الحكايه والحاجات اللي بتستمتع بيها. ربنا يخليك يا فندم، نورتنا. ام محمد الكيلاني اقدم كلاكيت في مصر واحد من اشهرها. ربنا يخليك يا فندم، ادينا بعض الكواليس يمكن والحكايات. ربنا يخليك يا فندم، ويا رب اكون خفيف على الساده المشاهدين. ربنا يخليك، نورتنا. وربنا يخليك. ميرسي يا مكلاني، وجود حضرتك معانا اسعدتنا ونورتنا، وقلت لنا كواليس كتيره كانت حلوه، ومبسوطين جدا جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. واتمنى لقاءات اكتر تحت. يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع على طول، يلا بينا.